سائق طاكسي، سائق مهني فهمي السلامي من مدينة الدار البيضاء. والمحروقات اللي تزالت اختي هذه راه بزاف علينا، بزاف بزاف علينا، بزاف كاع فاتت القياس. ميمكنش لينا حنا غادي الزيادة زايدة المحروقات وحوايج اخرين تاني. معلوم مطر مضرين اكثر اكثر اكثر، وغادي تزيد السائق يضر، وغادي تزيد السائق المهني يضر، ومول الكريمي يضر، وكل شيء غادي يضر. ميمكنش نزيدو على المواطن، ميمكنش نهائيا، لان المواطن انت هو الله يحسن العون. باش تزيد عليه راه مشكله، باش غتزيد عليه لا يعقل. تصبح كترك راكب معاك بواحد الثمن وتصبح كتقول لي واحد الثمن، راه لا يعقل تزيد عليه، ما كايناش هذه، راه لا يعقل هذه. هاد الزياده راه مفاجاه، ما كناش دايرين بحساب حنايا. انا مشيت قبيله ندير المازوط، حتى كنتصدم حتى كنلقى 11 درهم و95، اذا راه صافي يقول لي 12 درهم، اما ليسانس راه وصل ل 15 درهم. راه هذا الشيء راه ولا ما شاء الله. معك اخي يونس سماحي من سائقي سياره الاجره الصيف الكبير بالدار البيضاء. احنا تفاجئنا بهذا الصباح هذا، من فقنا في الصباح لقينا الزياده الواصل المازوط ل 11 90 12 فاصله شي حاجه. هي نورمال على حساب الوضعيه اللي كاينه، على حساب المستوى العالمي اللي كاين، كان الحروبات وكاين المشاكل ديال كورونا ما بعد كورونا، ضروري نكون الازمه الاقتصاديه تكون عندها توابع ديالها. لحد الان احنا ما عندناش شي فكره على المواطن، احنا غنزيدوا عليه شي حاجه في على حساب التسعيره، غتبقى التسعيره اللي كاينه هي اللي كاينه دابا. وكنتمنوا من الله تكون شي ايام اخرى احسن من هذه الايام اللي جايه ان شاء الله، باش تكون تساوي الوضعيه ديال اي سائق مهني، وتساوي المواطن حتى هو يكون حتى هو يعيش معنا، يعيش معنا. احنا عاش معنا بزاف ديال الحوايج في هذه الكورونا، وما نتمنوش شي حاجه اخرى عاوتاني باش نزيدوا عليه. حنا لحد الان ما عندنا شي جديد باش نطمئنوا عليه، حنا كنطمئنوا على استقرار السعيره اللي كاينه دابا هي الاستقرار، واخا ان غيكون زياده في المازوط وما غيكونش عليه شي تسعيره زايده، غتبقى يعني ستابل، ما غتبقاش شي حاجه اخرى نزيدوا عليه، ما بقى ما يتزاد باش غنزيدوا على المواطن. معكم الحاج بوسكري كاتب العام المحلي تاع الشغل المغرب. تاتو محاقه زياده عالميه، وحنا بالنسبه لنا ساتير اجره نزيدوا على المواطنين، المواطنين مضرور، مش نزيدوا حنا نضروه ما يمكنش. حنا خصنا مع مواطنين، حنا عايشين مع مواطنين، ما بغاش نضروهم. حنا ما بغاش نضرو مواطنين، حنا غادي نتحملوا الزياده حتى يحل الله سبحانه وتعالى. ما يمكنش غادي نزيدوا على المواطنين. حنا مواطنين ما غاديش عليهم. احسن العوان راه كلشي تزاد. كلشي مضرور. حيت ماشي الزياده هي الحل. الحل ماشي الزياده، الحل هو الدعم المواطنين، دعم الغازوال المهنيين، هذا الحل اللي يناسب المهنة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.